أما أوكرانيا فتخطط إلى زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 100% اعتبارا من يونيو المقبل، وكذلك سعر المياه بنسبة 30%، وذلك لاستخدام هذه الزيادات لتغطية تكاليف إعادة بناء منشآت البنية التحتية للطاقة والتي تضررت نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية. كما تنوي السلطات رفع أسعار الخدمات المنزلية والعامة، واستمرت المناقشات حول الحاجة إلى مراجعة سعر الكهرباء للسكان منذ عدة أشهر.